لأول مرة روسيا تنتج طائرات بدون طيار خارج حدودها، المسيرات الروسية الضاربة. أعلن الناطق باسم مؤسسة روس إكسبورت الروسية أن روسيا تنوي تنظيم إنتاج مسيراتها خارج البلاد. وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة روستيخ الحكومية الروسية إن شركة روس إكسبورت تعرض على شركائها خدمات خاصة بإنشاء مراكز الصيانة العالية التقنيات المحلية والإقليمية، حيث ستجري صيانة المجمعات المسيرة التابعة لمختلف الشركات. ويدور الحديث في هذا الموضوع على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس ومعرض المحاكاة وتدريب سيمتكس 2024 الجاري في أبوظبي. كما تقترح روسيا على شركائها في الإمارات العربية المتحدة إمكاناتها الواسعة في مجال التعاون الصناعي الخاص بإنتاج المسيرات محليا، والعمل المشترك على تطوير نماذجها المستقبلية الواعدة، مع الأخذ في الاعتبار كفاءات الجانب الروسي في مجال استخدامها القتالي. وبحسب ألكسندر ميخييف مدير عام شركة روس إكسبورت، فإن روسيا تحضر اليوم في كل الفئات للقطاع المسير من السوق العالمية، بما في ذلك المجمعات الروبوتية الخاصة بإزالة حقول الألغام والروبوتات المقاتلة وروبوتات الاستطلاع والدعم الناري، وكذلك الناقلات المسيرة الخاصة بإجلاء الجرحى ونقل الذخائر.